السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة أخرى من سلسلة شهيوات ريحانة كمال. نقدم لكم اليوم فطائر رمضانية بعجينة رائعة جدا، وكذلك حشوة لذيذة وبسيطة في نفس الوقت. كيف ديما ما تنسوش وضع لايك للفيديو ومشاركته مع الأصدقاء وكذلك الانضمام للقناة. بسم الله، أول شيء نحضر الحشوة. خديت هنايا جوج ديال البصلات كبار مع شوية ديال الزيت وفلفله حمراء مقطعه قطع صغيره. كنضيفو دابا غير الملح فقط وكنحركو كلشي، وغادي نوضعو المقله ديالنا فوق نار متوسطه مع التحريك المتواصل حتى كتنضج لينا المكونات. كنضيفو هنايا 250 غرام ديال الكفته اللي هي اللحم مفروم مع شويه ديال اعشاب منسمه او زعتر او معدنوس مقطع، شويه ديال سكينجبير، كذلك شويه ديال الابزار وفلفله حمراء حلوه اللي هي تحميره، وصلصه حاره اللي كتبقى بحسب الذوق. دائما فوق نار متوسطه بعد ما كتنضج لنا البصل والفلفله. كنضيفوا الكفته والتوابل وكذلك صلصه حاره. كنحركوا كل شيء مزيان، نحاولوا هنايا نرفعوا شويه النار باش الكفته ما كتقساحش، كتبقى طريه ورطبه. خارج النار كنحركوا الحشوه ديالنا، كنضيفوا كميه ديال الجبن احمر مفروم اللي كيبقى حتى هو حسب الذوق، اللي كيفضلوا كيديروا واللي ما بغاش بطبيعه الحال كيستغنى عليه، هادشي حسب الذوق. كنحركوا كلشي مزيان. مكونات العجين: 300 غرام ديال الطحين ابيض فورس مع 100 غرام من دقيق القمح الفينو، علبة ديال الياغورت طبيعي بمعنى مسوس 110 غرام، بيضة واحدة، 3 ملاعق كبيرة زيت نباتي، ملح بحسب الذوق. هنايا وضعت في الكأس ملعقتان صغيرتان من خميرة الخبز الجافة مع ملعقة كبيرة من سكر سنيدة. كنضيف لهم الماء الدافئ باش كتفاعل لنا الخميرة بسرعة. كما لاحظتوا الكأس غير مملوء باش ما كتفيضش لينا الخميرة. كنخلطو مزيان، كنخليوها بضع دقائق فقط حتى كتفاعل لينا الخميرة مع السكر والماء. اول شيء كنخلطو الطحين ديالنا، كنفرغو الخميرة اللي ضفنا لها السكر والماء. كنضيفو باقي المكونات، الملح كذلك الزيت النباتي، وعندنا علبة ديال الياغورت طبيعي بمعنى مسوس وزن 110 غرام وبيضة واحدة. كنخلط كل شيء مزيان، ضروري العجينة ما تبقى لينا عجينة لينة رطبة، ما تكونش قاسحة. احنا كنضيفو الماء شوية بشوية، تقريبا الكمية كتاخد لنا كاس ديال الماء، وهذا راجع لنوعية الطحين. كنجمعوا اطراف العجين ديالنا كامل وغادي ندلكها مده ديال 5 دقائق تقريبا. هذا هو القوام ديال العجينه، كندلكها 5 دقائق حتى 8 دقائق تقريبا. المهم كتنسجم لينا مكونات العجين كامله، كنحصلوا على عجينه رطبه بهذا الشكل. نغطيها ونخليها كتخمر 15 دقيقه او 20 دقيقه. بعد ما خمر العجين كما كتلاحظوا كيتضاعف الحجم ديالو، كنحاولوا نخرجوا منه الهواء، ومن بعد غادي نقسموه الكريات اللي كتكون متساويه. انا غادي نقسمه ل 12 كره، هذا حسب الحجم اللي بغيتو نتوما، كبار او صغار او حجم متوسط. كنشكلوهم كريات متساويه، هذه هي الكميه كلها. كنرش سطح العمل بشويه ديال دقيق الفينو، ممكن ترشو بشويه ديال الدقيق ابيض، انا كنفضل نستعمل دقيق فينو. كتبسطوهم اما بالدلاك او بواسطه اليد، لكم حريه الاختيار. غير ضروري مرقوا شويه العجين ديالنا لانه كيتنفخ بزاف. كنوضعوا كميه من الحشوه اللي كتكون بارده. بالنسبه للفرماج انا ضفتو قبل، اللي ما بغاش يضيفو قبل حتى توضعوا الحشوه ديالكم، عاد كتوضعوا كميه من الجبن اللي كيكون مفروم. كنجمعوا اطراف العجين في الاعلى ونحاولوا اننا نشكلوا كره،
وكنخليهم جانبا حتى نكملوا الكميه كلها اللي عندنا. كنستمروا بنفس الطريقه، دائما كنبسطوا بالاستعانه بشويه ديال الدقيق الفينو اللي هو عباره عن سميد ناعم. كنوضعوا الحشوه في الوسط، كنجمعوا اطراف العجين، نحاولوا هذاك العجين ما ندخلوش في الحشوه، كيكون هو فوق الحشوه ديالنا باش ما كتكونش لينا واحد الكميه كثيره من العجين. كنحاولوا اننا نضغطوا مزيان ونعاودوا نشكلوا على شكل كره، ما كنبسطوهمش دابا حتى كنكملوا الكميه كلها من الافضل، باش تكون عندكم عمليه مسرعه يعني ما يكونش فيها واحد التعب. كتبسطوا الكريات ديالكم كاملين وكتحاولوا توزعوا الحشوه اللي كتكون بشكل متساوي، كتكون هذه الطريقه افضل. انا مع التصوير كنحاول نوريكم المراحل كلها. دائما كنوضعوا الحشوه ديالنا وكنجمعوا اطراف العجين. كما ذكرت لكم العجين كيكون في الاعلى، ما يكونش داخل في الحشوه ديالنا، هو الوقت اللي غادي يبقى كيخمر بطبيعة الحال راه كيزيد كيتنفخ، كذلك وقت الطهي ديالو كيتنفخ لينا هاد الخبز او الفطائر. كنستمر بنفس الطريقة حتى كنكملو. كنوضعهم في صفيحة ديال الفرن اللي فيها ورق سلفغيزي من الافضل. عاد كنبسطو الكريات ديالنا، السمك اللي يكون شوية متوسط كما كتلاحظوا، نفس الشيء الباقي الكريات ديالنا كلهم 12 كرة. كنحاولوهم شوية ونخليهم واحد حسب الجو ما بين 10 حتى 15 دقيقة، حالة كان الجو بارد راه تخليهم اكثر كيخمروا. نغطيهم ونخليهم شوية جانبا. بعد ما خمروا لنا خليتهم انا تقريبا 15 دقيقة لانهم خمروا قبل الوقت اللي كنشكلهم. كنحتاجوا البيضة الصغيرة، ضفت لها قطرات من الخل، كندهنوا الوجه ديال الفطائر ديالنا. في هاد الأثناء كنشعل الفرن على 200 درجة، بالنسبة لي كنشعل غير الأسفل فقط، هو فرن بمروحة، النار من أسفل فقط. والوقت اللي كندخلهم كنرجع النار ديالنا أو درجة الحرارة على 180، كنخليهم حتى كيتحمروا من الاسفل ومن الاعلى، كياخذوا لينا لون ذهبي. هذا هو الشكل ديالهم، لاحظوا هنا مازال سخان، كيجيو خفاف اسفنجيين، عجينه اللي قطنيه محمرين من الجهتين كما كتشاهدوا. لكم الاختيار، اما كتزينوهم شويه ديال الفرماج حمر محكوك، اما في الاول وقت اللي دهنتوهم بالبيض كديروا شويه ديال بافو او زنجلان او اي نوع من اللي بغيتو باش ترشوهم، هادشي راجع لكم. او ممكن تخليهم هكاك عاديين، انا درت لهم شويه ديال الجبن احمر مفروم وشويه ديال المعدنوس اللي كيكون مقطع، وكنقدموا الفطائر ديالنا بالصحه والراحه، كيجيو خفاف وهشاش ولذاذ في نفس الوقت، كيستحقوا التجربه. وبالنسبه للحشوه كتبقى حسب الذوق وحسب المتوفر، ممكن تغيروا، ممكن تضيفوا، ممكن تقصوا، هادشي كيبقى راجع لكم. فقط كنعطيكم فكره وانتم لكم حريه الاختيار بطبيعه الحال. هذه هي الصور النهائيه. ما تنساوش دائما الى عجبكم الفيديو وضع لايك، وكذلك الانضمام للقناه بالنسبه للناس الجداد. ونتلاقاو في وصفه جديده باذن الله. خليت لكم الراحه، في امان الله.